وأصل هذه المسألة راجع إلى أن التوسع في المباحات وتعاطي كل مباح هل هو جائز شرعا أم غير جائز، أم يقتصر فيه على ما في السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها قول جمهور العلماء من أن تعاطي المباحات جائز، فكل ما أباحه الله جل وعلا فللإنسان أن يفعله أو أن يأكله أو أن يتمتع به دون فرق ما بين مباح ومباح، وأصول الأدلة من السنة دلت على هذا. والثاني قول الثاني أن تعاطي المباحات بكثرة يمنع منه، قد يصل النهي فيه والمنع إلى تحريم الصغائر، وهذا المنع والنهي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله كما هو معروف في اختياراته، واستدل له بقول الله جل جلاله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقال دلت الآية على نهي الإنسان، نهي النبي عليه الصلاة والسلام وفي نهيه نهي لأمته أن يمد عينيه إلى أنواع المتاع وأنواع المباحات. قال ابن تيمية ما معناه أو ما حاصله: ولا بأس أن يتمتع بما لا يكون عادة بمنظر حسن أو بزروع أو بزهور أو نحو ذلك إذا لم يكن له عادة. وقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان من جهة الكمال وصنيع الزاهدين الراغبين الذين كملت أحوالهم مقتدين في ذلك بما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا بين، لكن إن كان للأمة جميعا فهذا يحتاج إلى دليل آخر، خاصة إذا انضم إلى ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفتحت لهم الدنيا أخذوا منها المباح وتركوا ما لم يبح، فاتخذوا المزارع واتخذوا القصور والمساكن والمراكب الفارهة ونحو ذلك مما لا يكون حراما. القول الثالث أن المباح قد ينهى عنه، التوسع في المباحات، إذا كان يؤول إلى محرم أو إلى مكروه، وهذا أخذ منهم بأصل سد الذريعة، وهو أصل معمول به في مواضع، لكن لا ينبغي إطلاق القول بأن كل مباح توسع فيه يمنع منه لأجل سد الذريعة. هناك مباحات يمنع منها سدا للذريعة، وهناك مباحات ولو مع التوسع فلا يمنع منها، لأن القاعدة ليس كل ذريعة تمنع، ليس كل ذريعة إلى ما ينهى عنه يمنع، وإنما تمنع بعض الذرائع. وهذا له بحث أصولي في أن الذرائع كما هو معلوم ثلاثة أقسام، لعله يأتي موضع نشرح لكم فيه المسألة، أن الذرائع ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز منعه بالاتفاق، لا يجوز منع الذرائع إلى المحرم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز منعه بالاتفاق بالإجماع، وقسم يجب منعه بالاتفاق، وقسم مختلف فيه وهو سد الذرائع في غير الصورتين السابقتين.